المؤمن الصادق يحب لقاء الله. من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. دخلوا على ابن عمر بن عبد العزيز وهو ينازع، قالوا يا ابن عبد العزيز قل لا إله إلا الله محمد رسول الله. فنظر إلى السماء وقال يذكروني بك جمالك في الوجه وذكرك في فمي وحبك في قلبي فكيف تغيب. الله مرة ثانية يا شيخنا، يعني عمر الله يرضى عنه ذكروه بالشهادتين عند خروج الروح، فقال يا رب يذكروني بك. هو حسن الظن بالله، عايز يكون له دلاء، والله يحب العبد الذي يتدلل عليه. جمالك في وجهي، ذكرك في فمي، حبك في قلبي فكيف تغيب. لم يغب. لا إله إلا الله. نعم.